السلام في الشرق الأوسط والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين تشعل النقاش في الكونغرس الأمريكي. ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وقعوا رسالتين ضد قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين. ويدعو النواب الديمقراطيون إدارة ترامب إلى إعادة تقديم المساعدات للفلسطينيين، محذرين من أن قطعها سيأتي بنتائج عكسية على السلام في الشرق الأوسط. ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وقفوا ضد قرارات الإدارة الأمريكية قطع المساعدات عن الفلسطينيين. أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المقطوعة كانت مخصصة لمشاريع تتعلق بتأمين المياه النقية والغذاء والتعليم والخدمات الطبية للفلسطينيين، ويذهب معظمها إلى مؤسسات إنسانية ومنظمات حقوقية في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن 300 مليون دولار قطعت عن الأونروا. نحو 40 عضواً من الكونغرس الأمريكي وقعوا على عريضتين منفصلتين تطالبان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن قراراته الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. يرى هؤلاء النواب أنه حسب القانون الأمريكي لا يسمح بتحويل الأموال بشكل مباشر للسلطة باستثناء دعم احتياجات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. في العريضتين يتهم النواب الديمقراطيون إدارة ترامب بالسعي لإضعاف قيادة منظمة التحرير باستخدام سياسات وصفوها بتجويع أبناء الشعب الفلسطيني كعمل ضغط على القيادة الفلسطينية. هؤلاء النواب أعربوا عن قلقهم من الاستراتيجية التي تستخدمها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين لإجبارهم على العودة إلى المفاوضات، معتبرين أن تلك الاستراتيجية ستؤدي إلى ردود فعل معاكسة وإلى نتائج سلبية. وبحسب العريضتين فإن إغلاق مكتب ممثلية منظمة تحرير الفلسطينية في واشنطن يبعث إشارة مفادها أن الإدارة الأمريكية غير معنية بعملية السلام، وأنها عبر رفضها الإشارة لحل الدولتين ومحاولة تغيير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية للقدس تدمر دور الإدارة الأمريكية وسيطاً نزيهاً لتحقيق عملية السلام. وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إريك هام. أهلا بك إريك عبر سكاي نيوز عربية. اليوم جاء يعني عبر هذا النداء أو هذه الصرخة ضد تجويع الفلسطينيين، هذا ما جاء على لسان ثلث أعضاء الكونغرس الأمريكي. قالوا قطع المساعدات يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين، قطع ربما أيضا التعليم، ما كانت تعهدت به واشنطن اليوم هذه الإدارة الأمريكية تخل به. السبب أن هناك العديد من أعضاء الكونغرس الذين وقعوا على هذه العريضة هي أنهم يرونه بأنه يجعل من الصعب جدا بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين أن يتوصلوا إلى حل الدولتين، وهذا طبعا يكون مثل العقبة لأنك تقطع طبعا مساعدة أساسية كما قلت بالنسبة للغذاء والدراسة والتعليم، وهذا يزيد فقط التوتر في المنطقة، ونحن نرى بعضها يحدث هنا في واشنطن. من المهم جدا أن نعرف بأن أعضاء الكونغرس الذين وقعوا على هذه الرسالة كلهم ديمقراطيون، إنه ليس من الحزبين أي من الديمقراطيين والجمهوريين، وهذا مهم جدا. طيب، هنالك أحداث ومواقف متعاقبة بين الكونغرس، بين أعضاء الكونغرس، الإدارة الأمريكية الجديدة، تحديدا شخصية ترامب، ولكن هذا الإجماع اليوم من حزب ترامب وربما أيضا من خصومه في السياسة الداخلية، ذهبوا أبعد من سياسة تجويع الفلسطينيين وإفقارهم وإغراقهم في الجهل، يقولون إن قطع هذه المساعدات يهدد مصير السلام وهو المسعى الأساسي للإدارات الأمريكية، ما يعني فعلا أن هذه التسوية وهذا الحل اليوم قد يخرج من أيدي واشنطن.
نعم، حينما تنظر إلى هذا وحينما تنظر في المساعدة التي كانت تبعثها الولايات المتحدة وخاصة إلى إسرائيل، وهذا طبعا الرقم قد زاد. نحن الآن ننهي 10 سنوات من تمويل إسرائيل، ولقد وقعنا الآن على اتفاق جديد لإرسال حوالي 30 مليار دولار إلى إسرائيل خلال السنوات 10 القادمة. إذن هناك مبالغ كبيرة تذهب إلى إسرائيل، وفي الوقت ذاته تقطع المساعدات التي تذهب إلى التعليم الأطفال وإلى الغذاء للأطفال أيضا من الفلسطينيين، والذي طبعا هو أقل بكثير مما نرسله إلى إسرائيل. هذا طبعا مجحف جدا، ويظهر بأن الولايات المتحدة الآن تضع أصبعها على الجرح وهي لا تعمل كوسيط نزيه. مرة أخرى، حينما تنظر من وجهة نظر الفلسطينيين فإنهم لا يتلقون أي مساعدات، ويرون الإسرائيليين ووزير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يدعم هذه الحركة، وخاصة قطع المساعدات للأنروا مثلا. إذن يظهر بأن الإسرائيليين سعداء جدا بهذا، أما الفلسطينيون طبعا فهم غير راضين، وهذا يظهر بأن الولايات المتحدة منحازة وليست وسيطا نزيها. أبعد من إرضاء نتنياهو، ألا يشكل ذلك أيضا إفشال جديد للحل، حل الدولتين الذي كان بدأه ترامب، نقل السفارة، اليوم قطع هذه المساعدات، حتى هذه الإدارة لم تنجح في وقف سياسات نتنياهو الاستيطانية، وخير دليل ما يحصل اليوم وفي هذه الأثناء وهذه اللحظة في الخان الأحمر، عندما تسعى هذه السلطات الإسرائيلية لهدم كل المنازل وتدمير كل هذه البلدة. ما نراه يحدث هو أنه يظهر بأن الولايات المتحدة بنقل السفارة كما فعل الرئيس، فإننا طبعا أصبحنا الآن منحازين، لأنه كانت هذه آخر نقطة حتى يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات ويتوصل إلى اتفاق. إذا نحن كما لو أننا قد شجعنا على عدم الجلوس على طاولة المفاوضات، والآن مع قطع الموارد والأموال المهمة، فالسؤال هو ما هي الآن، لماذا سيحفز الفلسطينيين للدخول في مفاوضات؟ لأن الرئيس ترامب يظهر بأنه يستعمل أداة حتى يدمي الفلسطينيين ويحرمهم من موارد أساسية حتى يلجئهم إلى الجلوس لطاولة المفاوضات ويوقع على اتفاق. لا أعتقد بأن هذا سيكون فعالا، ولكن الولايات المتحدة عليها أن تعمل على أن تكون وسيطا نزيها. ولكن الولايات المتحدة الآن كما ينظر إليها من وجهة نظر أو فيما يتعلق بالموارد وغيرها، فهذا يظهر بأننا منحازون إلى إسرائيل، وهذا يزيد التوترات. طبعا نحن الآن نرى ألمانيا لحسن الحظ تحاول أن تغطي تلك الموارد التي تقطعها الولايات المتحدة. رسالة أعضاء الكونغرس اليوم ضد هذه السياسة للإدارة الأمريكية تطرقت إلى نتائج قطع هذه المساعدات وتجويع الفلسطينيين، وضعها في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات الأمريكية مع الإسرائيليين وفرض هذه الشروط الأمريكية. اليوم بعد اعتراض الكونغرس هنالك اتجاه أيضا داخل الإدارة للتصعيد لمنع ذلك ومنع ما قد يحضر داخل الإدارة الأمريكية لفرضه على السلطة الفلسطينية. لا أعرف إذا كانت هذه الحالة، لأننا نعلم بأن هناك أصوات داخل الإدارة قد دفعت من أجل هذه الاستقطاعات الكبيرة، ومثلا من حتى من نيكي هيلي نفسها، وأيضا طبعا من الرئيس أو من صهره جاريد كوشنر، فهما وأيضا وزير الخارجية مايك بومبيو. إذن هناك 3 أسماء كبيرة وأصوات كبيرة داخل الإدارة قد دعت لاتخاذ هذه الإجراءات، ولكن السؤال هو هل هناك آخرون في العالم
ربما سيرفعون أصواتهم ويغطون العجز الذي أحدثه هذا الاستقطاع. نحن نعلم بأن ألمانيا قامت بذلك، ولكن هل هناك أي دول غربية ستغطي هذا العجز؟ وهذا الأمل هو أننا سنرى دولا أخرى تبدأ في محاولة إقناع إدارة ترامب بشأن قيمة أن يحدث هناك اتفاق وفي الوقت ذاته تقديم الموارد التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية. الأرقام لهذه المساعدات هي فعلا مقلقة. هذه السياسة التي يعني طبقتها واشنطن لمساعدة وغوث الفلسطينيين اليوم قد تنذر بأزمة إنسانية حقيقية، ويعني قد تعود واشنطن لاحقا للتدخل، ولكن يعني ربما يعني قد يكون قد فات الوقت وقد نشهد ربما غضب في الشارع الفلسطيني، غضب في مختلف المخيمات في مختلف دول الجوار، وهذا أيضا ما قد يشكل قلق أكبر للإدارة الأمريكية. هناك طبعا الكثير من الاحتمالات، ولكن ليس هناك أشياء مؤكدة. أنا لا أعتقد بأننا سنرى ربما أي شيء أو أي تغيير للإجراءات. انظر إلى هذا الرئيس، وخاصة فيما يتعلق بسياسته على المسرح الدولي. مثلا إذا نظرت إلى الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة خاصة ضد الصين، الولايات المتحدة تحت إدارة هذا الرئيس تحاول أن تجمي الصين لتلجئها إلى التوقيع على اتفاق. هذا ما نراه الآن، نرى الرئيس ترامب يفعله مع الفلسطينيين، إنه يقطع عنهم كل الموارد لدفعهم إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاق. هذه هي طريقة عمل ترامب، وهو قام بهذا مع كوريا الشمالية. هذا الرئيس دائما يظهر بأنه يحاول أن يستعمل المطرقة بدلا من التفاوض من خلال الوسائل الدبلوماسية وبسياسة العصا والجزرة. إذن هذا الرئيس طبعا يده ثقيلة، ونحن نعلم بأنه قريب جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فأعتقد بأننا نرى بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تعمل بتناغم مع الإسرائيليين. أما في ظل إدارة أوباما، فأوباما كان دائما مثل الوسيط، ولهذا فإن العلاقة مع إسرائيل كانت مكلفة. ولكن الآن نرى الرئيس وهو يقف مع الإسرائيليين 100% ويستعمل القوة أو قوة اليد الحديدية، وطبعا نتطلع إلى ما سيحدث لاحقا. الكاتب والباحث السياسي إريك هام، كنت معنا مباشرة من واشنطن. شكرا لك.